عزيزي المشاهد الكريم، أسعدت وقتا، يسعدني جدا أن أشاركك في هذا الوقت في برنامجك يوما فيوما. موضوع مهم جدا مخصص لهذه الحلقة، وهو موضوع يوم الاقتراب إلى الله. الاقتراب إلى الله في الواقع، هقرأ ليك حاجة وردت في كلمة الله في أشعياء 58. خلينا أقرأ لك العدد ده بطريقة مركزة. وإياه يطلبون يوما فيوما، يطلبون إنهم يقتربون إلى الله يوما فيوما. وقال أحدهم، أحد الأنبياء وهو أساف في مزموره الخاص مزمور 73، هذه الكلمات: أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي. النهاردة عشان أتكلم اقتراب إلى الله، الحقيقة على قلبي أن أنا أشاركك بواحد اقترب لله وكان أحلى يوم في حياته، رغم أن ممكن يكون كان أحلى يوم في حياته، لكن ربنا إداله هذا الإنسان أن يقترب إليه، يدنو إليه، يعرف مين هو، مين شخصه، مين ذاته. أنا مش هحيرك، لكن في هذه الحلقة هجيب لك قصة بسيطة جدا، بسيطة من جهة الأعداد بتاعتها، من جهة ما ذكر عنها، لكن عميقة جدا، مؤثرة جدا. القصة دي قصة شخص صلب مع المسيح، عاش حياة الصلب الخاصة بالمسيح، وهو كان برضو صلب معاه، والشخص ده تاب ورجع واقترب لله. فأنا فكرت أحلى يوم اقتراب أشارك بيه المشاهد الكريم إيه، ففكري وصل لهذا الشخص اللي اقترب إلى الله في يوم كان صعب جدا على حياته. خلينا أقرأ لك في كلمة ربنا في إنجيل لوقا أصحاح 23 هذه الكلمات. يقول الوحي المقدس في لوقا 23 عدد 39: كان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر، وده اللي أنا أقصد أتكلم عنه، وانتهروا قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل، لأننا نال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع، يسوع الذي صلب لأجلي ولأجلك، مشاهدي الكريم، يسوع الاسم الإنساني للإله العظيم الوحيد الذي تجسد في أرضنا في عالمنا، اسمع الآية دي بتقول إيه: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. أقولها لك تاني مشاهدي العزيز: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. شوف قول المسيح. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. مشاهدي الكريم، عشان أكلمك على اقتراب لله، يعوزني إن أنا ألخص لك حديثي في 7 كلمات. الكلمة الأولى في هذا الاقتراب أقدر أقول لك اقتراب شخصي، اقتراب شخصي، اقتراب اللص إلى شخص المسيح، اقتراب شخص اللص إلى شخص المسيح، دنوه إليه. عشان كده بيقول له الكلمة دي: اذكرني، بصفة خاصة، أنا اذكرني أنا. وأنا عايز أقول لك اقترب إليه شخصيا، اقترب إليه ذاتيا،
ما يهمكش الجامعة الكثيرة، ما يهمكش الجموع الكثيرين، لكن لازم تتلامس معاه شخصيا. ربنا يهمه الفرد جدا على فكرة، الشخص بنفسه. قل له اذكرني، فربنا بيتعامل مع الفرد. عشان كده يقول الكتاب مرات كتير إن سمع أحد صوتي، إن أراد أحد أن يأتي ورائي. من يؤمن بي بالمفرد؟ قل له اذكرني، إنه اقتراب شخصي. الكلمة الثانية إنه اقتراب إيماني، إيماني، اقتراب بالإيمان. أنا بتخيل حاجة صعبة، اللص في ظروف قاسية جدا، مصلوب، وطبعا معروف خطأه إنه لص، إنه مذنب، إنه مجرم. ولكن من جانب تاني تخيل شايف المسيح في ألماته، شايف المسيح وفوق رأسه إكليل من شوك، شايف المسيح وفي إيديه المسامير وفي رجليه أيضا، شايف المسيح جلد، شايف المسيح استهزئ بيه، ولكن شوف الإيمان بحق ده اللي مذكور في كلمة ربنا في مزمور 41، طوبى للذي ينظر إلى المسكين. طوبى ليك أيها اللص لأنك أمنت بهذا الشخص اللي أتى في صورة المسكنة. المسيح قال عن نفسه: أما أنا فمسكين وبائس، مسكين وكئيب، أتى في المسكنة مع أنه له القوة وله القدرة، ولكن لما أتى طوعا وإرادة قال كده: لي سلطان أن أضعه، لي سلطان أن أأخذها. فأتى المسيح. إنه اقتراب شخصي، إنه اقتراب إيماني. أرجوك تبقى معايا بعد هذا الفاصل عزيزي، ونواصل في الاقتراب إلى الله وطرق الاقتراب إلى الله والكيفية للاقتراب إلى الله. فابقى معنا عزيزي المشاهد. مشاهدي العزيز، استكمل معاك في الاقتراب إلى الله في برنامجك يوما فيوما. لاحظنا ورأينا في الكلمة الأولى أنه اقتراب شخصي، اذكرني، ثم اقتراب إيماني، فصدق وآمن. مين هو هذا الشخص؟ ونظر إلى المسيح نظرة كانت كافية وواعية ووافية من كل ناحية. ولكن دعني أقول إنه اقتراب رباني، الرب عمل فيه فاعترف بيه إنه رب. ولا أحد يقدر ويستطيع أن يقول إن المسيح رب إلا بالروح القدس. هل بسهولة هذا اللص كان يؤمن إن هذا المعلق على الصليب رب إلا ده عمل ربنا؟ وأنا عايز أقول لك قد تجد صعوبة بحسب فكرك إن المسيح رب، لكن أكتر من هذا الإنسان يا عزيزي، ده دلوقتي شوف ربوبية المسيح وصلت في أنحاء وأرجاء كثيرة في المسكونة. فأكثر من ثلث المسكونة على ما أعلم دعي عليهم اسم المسيح. ولكن أنا في اعتقادي الشخصي
إن الآونة الأخيرة كثيرون يتوبون ويرجعوا للمسيح، سواء من المسيحية الإسمية أو غيرها، اعترافا بربوبيته وإيمانا بشخصه وتصديقا لعمله إن المسيح رب. اسمه الرب المسيح، اسمه يسوع المسيح ربنا، اسمه ربنا يسوع المسيح، اسمه الرب يسوع المسيح. بيقول له اذكرني يا رب إنه اقتراب رباني. يبقى اقتراب شخصي اذكرني، اقتراب إيماني نظر إليه فطوبى ليه وصدق إن هو ده يستطيع أن يخلصه، ثم اقتراب رباني يقول له اذكرني يا رب، ثم اقتراب ملكي، متى جئت في ملكوتك، اقتراب ملكي، ملكي، اقتراب من ملك، اقتراب للملك، متى جئت في ملكوتك، انه وثق انه هذا هو الملك، بل مكتوب على فخذه، على ثوبه وعلى فخذه كما ذكر في سفر الرؤيا اصحاح 19 ملك الملوك ورب الارباب. انا بتعجب ان يقترب اليه ويثق ان هو الملك، الملك الحقيقي. هل ملك على قلبك مشاهدي العزيز؟ ليس فقط اقتراب ملك، ولكن عايز اقول لك اقتراب تقوي. لقد قال للص الاخر اولا انت تخاف الله؟ يا سلام، عايز اقول انا بدات اخاف الله، بدات اعرف ان هو الله. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. عجيب عجيب. ليه عزيزي ما تؤمنش؟ ليه ما تخافش ربنا؟ واعظم سر في مخافة الرب، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. اولا انت تخاف الله، خاف الله، اما انت فخف، قال الكتاب كده، اقتراب تقوي. ليس ذلك فقط، لكن شوف كلمة ربنا، اقتراب احتياجي، أنا محتاج لك، أنا معتز ليك، أنا عايزك، أنا عايزك جدا يا رب، أنا ما أقدرش استغنى عنك، أنا أنال استحقاق ما أفعلته، لكن أنا عايزك، عايزك تغفر لي، عايزك تسامحني، ما فعلته ما يرضيش، ما عملته لا يمجدك. كأنه يقول له انا جنبك يا رب، وادي خطاياي جابتني لغايه هنا، العالم الارضي حكم علي بهذا الموت يا رب، لكن انت الرب المسيح تحكم علي وتوصلني للحياه. العالم الارضي لم يغفر خطاياي، العالم الارضي حكمني على خطاياي، العالم الارضي ادانني على خطاياي، ولكن انت يا صاحب العالم الاخر، الملك على العالم المستقبلي، الحامل كل الاشياء بكلمه قدرتك، انا انال استحقاق ما فعلته، فانا جاي لك باقتراب احتياجي، أن تنقلني، أن تحولني، أن تغيرني، فأعظم يوم اقتراب لي لك، أنا أنال استحقاق ما فعلته، إنه اقتراب احتياجي، لكن ليس ذلك فقط، لكن اقتراب نهائي. اذكرني يا رب، دي آخر فرصة متاحة لي، أنا يا رب مصطوبة أهو، أنا خلاص هموت يا رب، أنا حياتي هتنتهي. مشاهدي الكريم، الرب يديك الصحة، يديك العمر،
لكن لو جه المسيح النهارده هتروح فين؟ لو العالم انتهى دلوقتي، لو الباب اتقفل دلوقتي، انت هتروح فين؟ انه اقتراب نهائي. الاقتراب النهائي يقودك لاقتراب قداسي للقدوس، لم يفعل شيئا ليس في محله. يعني قدوس ده انفصل عن الخطاه، ده يختلف عننا. عايز يقول النص كده، ده اختلف. انا مذنب، النص مذنب، الجميع زاغوا وفسدوا، اعوزهم مجد الله. لكن اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. اقول لك، لان برنامجك اسمه يوما في يوما. ربنا بنفسه قال له، اقول لك الحق، الحق اقول لك اليوم. والنهارده الرب عايز اقول لك اليوم، اليوم يوم بشارة، اليوم وقت مقبول، الساعة دي يوم خلاص، اليوم ده قال له هتكون معايا، وانت هتكون مع الرب هنا عشان لما ينتهي الوقت المتاح ويأتي المسيح تكون معاه هناك. هو قال كده، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي. ربنا يسوع المسيح طلب إن هؤلاء يكونون معي لينظروا مجدي. الكلام ده في إنجيل يوحنا أصحاح 17، نكون معاه في إنجيل يوحنا أصحاح 14. عايز أقول لك هي خلصت وخلاص ولم يتبقى منها حاجة. في برنامجك يوما فيوما، اليوم اليوم، فالاقتراب إلى الله حسن ليك. النهاردة تقترب إلى الله، النهاردة تدنو إلى الله، النهاردة تيجي ربنا. قل له اذكرني يا رب. في النهاية أقول لك الله يباركك ويحسن إليك، وأود أشوفك في حلقة جديدة من برنامجك يوما فيوما. الرب معك.